قضية زيت الزيتون قضية بدأ التعتيم عليها خصوصا من المتضرر الأساسي شركات الاستيراد التي سحبت منذ اليوم الأول العبوات المزورة من الأسواق واستبدلتها بأخرى أفضل حالا بعدما أفرغت المستودعات من الزيوت المغشوشة ونقلت ليلا إلى أماكن سرية بحسب ما أفادنا به بعض العمال في إحدى الشركات. وفي موضوع التحاليل المختبرات اللبنانية ومن ضمنها المختبر الذي تعتمده وزارة الاقتصاد لا تتوافر لديها الفحوص الأساسية لكشف الغش ولا سيما فحص الشموع وفحص استجما الثديين وفحص الكشف عن زيت البندق التركي. فكيف تجرى التحاليل وعلى أي أساس تحدد النسب؟ كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون. إنها نتيجة المختبر لفحص زيت الزيتون نتيجة عينات كان برنامج الفساد قد أخذها للتحليل في إصراره على معرفة حقيقة ما يجري. فجاءت النتيجة مخالفات قياسية في تحديد المواصفات. التسمية على القوارير لا تمت بصلة إلى المواصفة القياسية اللبنانية بل هي تسميات تزيد في تضليل المستهلك وسرقة أمواله. إليكم نتيجة إحدى العينات. مكتوب عليها زيت زيتون خضير إكسترا للسلطة وجميع أنواع المأكولات. شو التعليق عوني حسب النتيجة؟ تبين عنا إنه هيدا زيت مخلوط بزيت مكرر. الانتصار النوعي منه مطابق للمواصفة. بالإضافة أكيد لرقم الحموضة يلي طلع كمان مش كتير مطابق. مع التسمية يلي محطوطة عليه مش مطابق. كنا نبحث عن المواد السامة في زيت الزيتون، أما بعد التحاليل فأصبحنا نبحث عن زيت الزيتون نفسه. هذه نتيجة إحدى العينات والآتي أعظم.